الكود اللي عندي الآن، خليني أعمل داتا فريم 3. داتا فريم 3 يساوي داتا فريم 1.copy، بحيث أخلي نسخة من الداتا فريم 1 موجودة بداتا فريم 3 عشان أتعامل معها. وخليني الآن أعمل printing لداتا فريم 3 اللي هو زي النسخة الأصلية من الداتا، ما صار عليها أي تغيير. run، فهي الداتا موجودة عندنا. لأن إحنا أخذنا كيف نتعامل مع النل values وكيف إني أعالجها وكيف إني أعمل إلها replacement بالمين أو الميديم. لكن البيانات اللي عندي أنا اللي فيها نل value اللي هي first, second والفاينل عبارة عن أرقام، عبارة عن أرقام. فممكن أنا أعمل replacement للنل value بالمين أو الميديم. لكن إذا كانت عندك داتا فيها بيانات string نص أو فيها date تاريخ، يعني عندك بيانات ما فيها أرقام، عندك كولوم ما في أرقام وفي نال فاليو، شو الحل الآن إني أعالج النال فاليو؟ شو الحل إني أعالج النال فاليو إذا كان عندي الكولوم في بيانات غير رقمية، بيانات مش أرقام زي string أو زي date؟ بالحالة هي حسب الأشياء اللي إحنا أخذناها ممكن نعمل dropping للنال فاليو، إني أعمل drop للنال فاليو. هذا الخيار بلجأ له إذا كان نسبة النال فاليو مش عالية، إذا كانت نسبة النل فاليو قليلة، يعني 1%، 1%، 5%، أوكي ممكن إني أستغني عن الداتا وأعمل دروبينج للنل فاليو. لكن إذا كان عندك كولوم في سترينج ونسبة النل فاليو كانت نسبتها مش قليلة، يعني زي 20% أو 30، بالحالة هي أنا ما بدي أعمل دروبينج للنل فاليو، فبدي أعمل استبدال، بدي أستبدلها أو بدي أضع بدالها قيمة. فممكن أنا أضع بدالها قيمة اللي هي قيمة ثابت، ممكن أستعمل خيار آخر، ممكن أني أستعمل خيار آخر. فالآن خلينا نحن نتعامل مع داتا فريم 3 وأعمل replacement للفيرست بدون استخدام المين ولا الميديم، بدون ما أني أستخدم مقاييس إحصائية اللي هي تتعامل مع الأرقام، يعني كأني بتعامل مع حقل من أو مع كولوم من نوع string. data frame 3.fill يعني fill not a number، وراح استخدم الميثود، ميثود هذا عبارة عن بارامتر يعني جديد يساوي الميثود. الآن في عندنا two methods، عندنا forward fill، forward fill، عندنا backward fill، عندنا forward fill أو عندي backward fill. backward fill هكذا تكتب، backward fill أو forward fill. لا نحن خلينا ناخذ مثال على الفورورد فيل، والاكسس يساوي 0 والان بليس ايكوال ترو، ان بليس ايكوال ترو. فالان عندي الكود داتا فريم 3.fillNa ميثود ايكوال فورورد فيل، الاكسس 0 والان بليس ترو. الفورورد فيل الآن شو بيعمل؟ بيعمل فيلينج للنل فاليو فورورد، فورورد. أوكي طيب الآن طبعا أنا مطلوب أني أعمل أوكي خلينا نتعامل مع الفيلينج أنت أنمبر ورن. اوكي طيب انا نسيت اعمل printing، printing data frame 3، printing data frame 3 run. اوكي الان لاحظوا معي عندي الفيرست 22 نت نمبر و 9 صارت 22 22، فعمل forward fill، يعني عندي هي نت نمبر فاخذ القيمه 22 وعمل forward fill فصار 22 22. بعدين 9 20 نت انمبر 22، هون عندي 20 نت انمبر 22 فعمل فورورد فيل، ال 20 عمل فورورد فيل للنت انمبر، 20 عمل فورورد فيل للنت انمبر هي 3 و4، هي عندي 3 و4، لاحظ معي 20 20 عمل فورورد فيل، فورورد فيل.
نفس الاشي الان بالنسبه للسكند، عندي 20 نت نمبر 15، فالفورورد فيل بياخذ ال 20 بيعمل فورورد فيل فيلينج لان الفاليو اللي بعديها، فبتصير 20 20 و15. هي السكند 20 20 و15. اوكي الان السكند عندنا 18 نت نمبر و 9 صارت 18 18 لحظه معي، فاعمل فورورد فيل. ونفس الشيء الان للفاينل عندي 42 نت نمبر 49، فبصير 42 42 42 42 و 34 نت نمبر 14 بتصير 34 34 و 14. فهيك عمل فورورد فيل، هيك عمل فورورد فيل لاي نت نمبر فاليو موجوده عندي هون. طبعا انا الان ممكن اني اعمل ريستريكشن انه انا احكي له انت تعامل لي مع الفيرست او تعامل لي مع الكولوم معين، لانه انا ممكن استعمل الفورورد فيل او الباكورد فيل بحيث اني اعمل فيلينج للنل فاليو اللي هي مش نمبر، اللي هي مش نمبر، لانه اذا كانت نمبر الانسب اني استبدلها بالمين او الميديان، والانسب هو المين. لكن اذا كان عندك سترينج او كان عندك ديت بالحاله هي ما راح يزبط اني استبدله بالمين او الميديان، لانه النص ما له مين والديت ما له مين. فالسب سيت يساوي مثلا فيرست، سب سيت فيرست انه تعامل مع الفيرست فقط، اعمل فورورد فيل للفيرست بس، وباقي النت نمبر خليهم زي ما هم. ايضا اوكي سب سيت انا مطلوب احطه ك براكتس run. سوري لا هو هذا السبست هي بتتعامل مع الدروب نت نمبر لكن مش مع الفيلينج نت نمبر، مش مع الفيلينج نت نمبر. طيب كيف انا الان بدي اعمل فيلينج للفيرست فقط واستخدم الفورورد فيل بذلك؟ مين يذكرنا بهذا الشيء؟ مين يذكرنا بهذا الشيء؟ بدي اعمل فيلينج للنت نمبر بالفيرست واستخدم الفورورد فيل. مين يذكرنا بذلك؟ بدي اعمل ريبليسمنت للنت انمبر عبر الفورورد فيل لكن للفيرست فقط، ما بدي يعني ما بدي استعمل الفورورد فيل للسكند والفاينل، بدي اياها للفيرست، يعني بدي اياها لكولوم واحد فقط، يعني لكولوم معين. كيف بقدر اني احدده؟ طيب شباب معلش اللي معي هلا بس يعمل لي رايز هاند، خليني اشوف مين معي سمعني بالمحاضره. اللي معي الان وعم يسمع صوتي يعمل لي رايز هاند فقط، اللي سامعني يعمل رايز هاند. اوكي تمام، في نسبه جيده وفي نسبه ثانيه دخلوا والله اعلم من راحوا. طيب الان شباب بالسلايسنج نحن حكينا داتا فريم 3 وبقدر من هون اني احدد انا السلايس، احدد كولوم، احدد رو عن طريق الاي لوك او عن طريق اللوك او عن طريق البراكتس. فانا ممكن اضع البراكت واحكي الفيرست، الفيرست داتا فريم 3 اوف فيرست دوت فول نا، اعمل فيلينج للنت انمبر للفيرست بالخصائص المذكوره هنا. فهون بستبدل لي حقل معين أو إذا بدي عدة حقول ما في مشكلة بضعهم هنا دوت فيلنا وبكمل. فهيك الآن بستبدل لي النت نمبر بالفيرست عن طريق الفورورد فيل. رن أوكي، فهي الفيرست عمل فورورد فيل لإله. السكند والفاينل زي ما هم، السكند والفاينل زي ما هم. فممكن أنا الآن أعمل فيلينج للنت نمبر بالسكند والفاينل بطريقة أخرى بالمين أو الميديان. فهيك أنا ممكن أحدد اسلوب الفورورد فيل او الباكورد فيل لكولوم او لمجموعه يعني
columns، ونحن حكينا مناسب الفورورد فيلد او الباكورد فيلد لكولوم مش a number، ما فيها ارقام. اوكي الان طيب اذا نحن عملنا الاكسس 1، اذا عملنا الاكسس 1 هنا شو راح يصير عندنا؟ اكسس 1 شو راح يصير؟ اكسس 1 اكسس 1 راح يصير يعمل لك فيلينج. طيب تفضلي آية. انه راح يعمل هاي العملية على العمود كامل مش على واحد، راح يصير يعملها على العمود، على العمود. يعني مثلا يا آية الان انا عندي الفيرست في نت ا نمبر هنا، طيب راح يستبدل لي هاي القيمة بايش؟ الان سابقا لما كان عندي الاكسس 0 كان عم يستبدل لي النت ا نمبر هاي للرو، للرو بياخذ القيمه من رو ثاني، بياخذ القيمه من رو ثاني. لما كنت انا عامل فورورد فيل كان ياخذ 22 يعمل ريبليسمنت للنت ا نمبر، كان ياخذ لل20 ويستبدل لي اياها، يعني يضع ال20 بدال النت ا نمبر لانه انا عامل اكسس 0 انه تعامل مع الروز واستبدل لي النت ا نمبر للرو وخذها من الرو اللي قبله او من الرو اللي بعده حسب الميثود. لكن اذا عملت الاكسس 1 راح يستبدل لك النت ا نمبر بفاليو من الكولوم الثاني، من الكولوم اللي قبله او الكولوم اللي بعده. فاحنا هيك يعني زي ما بيحكوا يعني صار عجق للداتا، صار عجق للداتا. طيب خلينا نطبق هذا المثال. رن اوكي. طبعا هون الان اعطاني مشكله لانه انا مستعمل الداتا فريم للفيرست وعامل فيلينج نت فيلينج للنت ا نمبر واكسس 1. خليني بس الغي الفيرست هنا، خليني الغي الفيرست انه استبدل يعني اعمل فيلينج للنت ا نمبر بالفورورد فيل واكسس 1 لكل الداتا. رن اوكي. لاحظ معي انه كمان اعطاني ايرور. يمكن ان صار في عندنا مشكله لانه عندنا string وعندنا number 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 فاعطاني عليه ايرور، واصلا اني استعمل الاكسس 1 يعني مش راح يكون مناسب لانه مش مناسب اني استبدل قيمه الفيرست بالايدج او استبدل السكند بالفيرست او اني استبدل الفاينل ب السكند، فيعني راح تكون مش مناسبه. الان عم يبدو في عندنا اشكاليه بموضوع الداتا تايب والابر كيس والليتر واللور كيس، فالاكسس الان خليني ارجعها الى زيرو. خليني ارجع الفيرست هنا، هي الفيرست فيك الان بيعمل فيلنج للنت ا نمبر للفيرست بالفورورد فيل. اوكي الان الميثود الثانيه عندنا بعد الفورورد فيل عندنا باكورد فيل. فورورد فيل انه قيمه بعديها نت ا نمبر، اعمل فيلينج فورورد فورورد لقدام. ممكن استعمل الباكورد فيل، باكورد فيل بي فيل بي فيل بي فيل الان انه بيعمل باكورد فيل مش فورورد فيل. يعني سابقا كان يستبدل ال 22 كان يستبدل النت ا نمبر ب 22 ف 22 يصير فورورد فيل. بالباكورد فيل انه النت ا نمبر هي بيستبدل اياها بالتسعه، بيستبدل التسعه بضع التسعه بدال النت ا نمبر فهو بيعمل باكورد فيل. ال 22 بصير يعمل باكورد فيل للنت ا نمبر وهكذا. طيب هيرن فلاحظ معي الان عندي الداتا 22 نت ا نمبر 9 صار 22 9 و9 فاستبدل النت ا نمبر ب9 فالتسعة عمل باكورد فيل للقيمه اللي قبلها باكورد فيل. ونفس الشيء الان 22 20 نت ا نمبر 22 22 بيعمل باكورد فيل فبيستبدل النت ا نمبر ب22 اللي هما لاسطر 4 و5. نت ا نمبر 22 4 و5 هي.
اوكي خليني اظهر الداتا انا عشان يصير موضوع بالنسبه لكم. اوكي فهي الان الداتا، فلاحظوا معي عندي اوكي لا هي الداتا بعد التعديل داتا فريم 1 داتا فريم 1 اوكي. فالان لاحظوا معي 22 نت نمبر 9 صار 22 9 و 9 فعمل استبدال للنت نمبر بالقيمه اللي بعدها، فالقيمه اللي بعدها عمل باكورد فيل. باكورد فيل عندنا 20 نت نمبر 22 22 عمل باكورد فيل للنت نمبر اللي هي 4 و5 كانت نت نمبر 22 صارت 4 و5 هيون صارت 22 22 فعمل باكورد فيل. وكما طبعا هنا طبق هذا الشيء على الفيرست، طبقوا على الفيرست. فهذا كمان ميثود اخرى بدال عكس الفورورد فيل اني اعمل باكورد فيل. اوكي طيب شباب حد عنده سؤال لحد الان؟ واضح الباكورد فيل والفورورد فيل؟ واضح يا شباب يا صبايا؟ حد عنده أي سؤال؟ يعني ما حد عنده أي سؤال وما حد بحكي لي واضح. واضح واضح دكتور. طيب ماشي الحال أوكي. طيب قبل ما أبلش معكم بالسايكت ليرن دعني ربع ساعة أوكي خلينا نحكي ما خلينا نحكي لكم عن الـ value counts. عن الـ value counts أوكي. طيب الآن رح أرجع أنا لـ data frame 1 اللي هي الداتا الأصلية اللي ما عملت عليها update وما غيرت على null value اللي فيها. print data frame 1 of data frame 1 of the first dot is نال. فهون الآن أنا بدي أشيك على الفيرست بـ data frame 1 هل في قيم نال فاليو إز نال؟ إذا كان نعم عطيني الرو اللي لإله، عطيني الرو اللي لإله، فيعني عطيني الرو للطالب اللي ما إله علامة فيرست، عطيني الرو اللي لإله، عطيني الرو اللي لإله. طيب هي نعمل run. فلاحظوا معي اعطاني تو روز، لانه انا عندي تو روز ما لهم علامه على الفيرست، لهم نال فاليو، لهم نال فاليو اللي هم رو رقم واحد ورو رقم اربعه. وهي الداتا الاصليه عندنا. لاحظوا معي عندي الرو رقم واحد له فيرست نت انمبر والرو رقم اربعه له فيرست نت انمبر، فاعطاني الروز اللي لهم، اعطاني الروز اللي لا لهم. اوكي طيب الان خليني اعمل انا العكس، خليني اعمل العكس، هي كوبي للكود بيست نت نل نت نل هاي ران. الان النت نل عكس الاز نل، الاز نل بيعطيك ترو اذا كان نل فاليو، بيعطيك فولس اذا كان نت نل. النت نل عم بسأل هل نت نل ولا لا؟ إذا كان نت نل بيعطيك ترو، إذا كان نت نل بيعطيك ترو يعني في قيمة، إذا ما كان في قيمة، إذا كان في نل فاليو بيعطيك فولس. فأنا هذا اللاين اللي هو آخر لاين بدي أطبع الروز للطلاب اللي إلهم علامة على الفيرست، اللي إلهم علامة على الفيرست، فأعطاني الداتا الآتية اللي هم الروز 0 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13. فما عطانا الرو واحد، ما عطانا الرو أربعة، لأن الرو واحد الفيرست إلو نل والرو أربعة الفيرست لإلو نل. فبالتالي هون عطانا الطلاب اللي ما إلهم علامة على الفيرست، واللاين اللي بعده عطانا الطلاب اللي إلهم علامة على الفيرست، اللي إلهم علامة على الفيرست. اوكي
طبعا انا ممكن اني اطبع اللينكث برين، اوكي هاي البيست لللاين واللين اوف اللين لإله للطلاب اللي لهم علامه على الفيرست، عفوا اللي ما لهم علامه على الفيرست، فاثنين فاعطانا اثنين، انه انا عندي تو روز، تو روز ما لهم علامه على الفيرست، الفيرست لهم من الفاليو فاعطانا اثنين، فبقدر استخدم الفانكشن لينكث اللين، وبقدر اعد الان كم طالب له علامه على الفيرست اني اعمل اللين لهذا الكود. طبعا بقدر اني اطلعها بطريقه اخرى، بقدر اني اطلعها بطريقه اخرى، لكن اذا انا بدي اعرف داتا فريم معينه كم رو فيها ممكن استعمل الفانكشن لينكث، ممكن استعمل الفانكشن لينكث، وممكن استعمل ميثودز ثانيه. اوكي طيب الان الفانكشن التالي بدي احكي عنه هو الفاليو كاونتس برنت داتا فريم 1 اوف السكند، خلينا ناخذ مثال على السكند دوت فاليو اندرسكور كاونتس. فالفاليو اندرسكور كاونتس بيعطيك الكاونت للفاليو، الكاونت للفاليو يعني بصير يعطيك القيمه 20 كم تكرارها، القيمه 25 كم تكرارها، القيمه 14 كم تكرارها، بصير يعطيك كل قيمه بالسكند. المثال انا واضعه هلا كل قيمه للسكند وقديش الفاليو كاونتس اللي لإله، قديش الفاليو كاونتس اللي لإله. طبعا الفاليو كاونتس في اس عندنا هنا ما ننسى. طيب هيرا لاحظوا معي اعطاني الفاليو كاونتس التالي، خلينا نشوف داتا فريم 1، هيا داتا فريم 1. فالسكند مثلا عند القيمه 9 تكرارها 3، هي السكند عندنا قيمه واحده قيمتين ثلاث قيم، عندي ثلاث قيم اللي هم 9 فاعطاني 9 تكرارها 3، القيمة 18 تكرارها 2 هي السكند، القيمة 18 هي 1 هي 2، فالقيمة 18 بتكرر عندي أنا سوري القيمة 18 بتكرر مرتين، القيمة 20 بتكرر مرتين، القيمة 20 هي 1 هي 2، القيمة 11 بتكرر مرة واحدة، القيمة 11 هي هنا في عندنا 11 ثانية. فهيك الآن أعطانا كل قيمة والتكرار اللي لإلها، كل قيمة والتكرار اللي لإلها للسكند. بس في عندنا ملاحظة، عندنا ملاحظة اللي هي النت أنمبر النال فاليو أخذها هون ولا لا؟ لا لا بالضبط، النت أنمبر ما حسب لي إياها، النت أنمبر ما حسب لي إياها، فأنا ممكن إنه أخليه يحسب لي إياها، ممكن أنا أخليه إنه يحسب لي إياها. أوكي لان كيف بدي يحسب لي اياها؟ هي الكود نفسه تبع الفاليو، سوري اي نسخت الكود بيست لإله الفاليو كاونتس والدروب نا، الدروب نا ايكوال فولس، الدروب نا ايكوال فولس، انه الدروبينج نال فاليو لا ما انك تتجاهل النل فاليو وتاخذ القيم الثانيه وقديش التكرار اللي لإلها، خذ حتى النل فاليو خذها بعين الاعتبار. فلدروبنا ايكوال فولس، لدروبنا ايكوال فولس، هي واضح انه لدروبنا كانت سابقا الديفولت لإلها ترو، كانت الديفولت لإلها ترو، والمثال اللي طبقناه كان واضح انه ما اخذ لدروبنا يعني ما اخذ النل فاليو، لكن انا الان حكيت له لدروبنا ايكوال فولس انه خذ الدروب نال، الدروب خذ النال فاليو خذها بعين الاعتبار. اوكي طيب هاي رن، فلاحظوا معي انه عرض لي اياهم، لا انا بتعامل مع 1، طيب هاي داتا فريم 1 للسكند، اوكي حسب لي اياهم ولا لا المره هاي كمان
حسبهم اوكي قيمتهم تنتين. حسبهم التنتين. تمام، هي النت انمبر موجوده عندي هون بقدار 2 وباقي القيم موجوده. فهيك الان حسب لي النت انمبر، حسب لي. فانا هيك ممكن اطلع بيانات احصائيه عن اي كولوم، ممكن اطلع بيانات احصائيه عن اي كولوم انه كل قيمه فيه قديش التكرار اللي لها عن طريق الفانكشنز اللي اخذناها هلا. اوكي طيب، انا هيك البانداس الجزء اللي بدي اشرحه لكم البري بروسيسنج بكون انهيته. اخذنا شباب، اخذتوا كيف تعملوا سواب ما بين تو يعني كولومز، اني اغير على ترتيب الداتا فريم. اظن اخذتوه صح ولا لا؟ يعني مثلا انا عندي هون الداتا فريم، عندي الترتيب نيم ايج فير سكند فاينل، اخذته كيف انه نغير بترتيب الكولومز، اني مثلا اخليهم نيم سكند فاينل. لا لا دكتور، ما اخذتوهم؟ لا دكتور لا. طيب اوكي رهف، تفضل يا رهف، عندك اي سؤال؟ دكتور انا لما عملت ران بحكي لي انه الفانكشن built in function or method is not subscribable. رهف علي صوتك، والله صوتك كتير واطي. بحكي لما عملت run إنه type error إنه ال function built in function or method object is not subscribable. أوكي، أنت طبقتيها على ال second زي ما أنا مطبقها؟ كل شيء صح، بس بحكي ال function values dot counts في مشكلة. طيب إذا بدك اليوم تفوت على الساعة المكتبية على 9 مساء، على 9 مساء الساعة المكتبية، وبشوف الكود في بيكون بإشكالية، ما بعرف هل بالداتا هل بطريقة كتابة الكود، أما هاي الفانكشن أنا شغال عندي تمام ما في مشكلة. أحيانا صحيح أحيانا البايثون بتصير إشكالية فيه فبيعطيك إيرور على كود صح، فبالحالة أنت بس اعملي ريستارت للبرمجية يعني هذا سبايدر ريستارت لإلها. أحيانا بيعطيك إيرور والكود صح بيكون، بس خلص ما بعرف شو بصير معه، فاعمل ريستارت إن شاء الله إنه إذا المشكلة كانت يعني إنه ما في عندك مشكلة بالكود بيعطيك عليها إنه بتنفذ الأمور تمام. طيب خلينا الآن نعطيكم بس كيف نعمل تغيير لمواقع الكولومز. أوكي طيب الآن خلينا نتعامل مع داتا فريم 1. داتا فريم 1 خليني أعرف columns equal lists of data frame 1 dot columns. وضعنا الكولومز ل داتا فريم 1 وضعناها ب variable اسمه calls اللي هو اختصار ل columns. أوكي الآن داتا فريم 1 equal data frame 1 of مثلا الكولومز. هلا عندنا الاعمده نحن عندنا 0 1 2 3 4، عندي 0 1 2 3 4. طيب الان خلينا نحط الفيرست والسكند والفاينل بالبدايه والنيم والايدج بالنهايه، بدل ما يكون النيم والايدج اول تو أول عمودين خليني أحطهم بالأخير. فالآن أنا بالبداية هم الكولومز 0 1 2 من 2 إلى 5، من 2 إلى 5 و بلس كونكاتينيشن مع الكولومز اللي هم من 0 إلى 2 و برينتينج لداتا فريم 1، برينتينج ل داتا فريم 1. فأنا الآن بداية وضعت أسماء الكولومز للداتا فريم، وضعتهم بليست يعني حولتهم إلى ليست ووضعتهم داخل ليست. بعد هيك الآن غيرت، عملت ري أرينجمنت لداتا فريم 1 يساوي داتا فريم 1، واستعملت الكولومز بحيث وضعت الكولوم من 2 إلى 5 اللي هم 0 1 2 3 4 2 3 4، وضعتهم في البداية الكولز
من 2 إلى 5 plus الكولومز من 0 إلى 2 هما الكولومز من 0 إلى 2 اللي هما النيم والإيدج في النهاية first, second, final في البداية. طيب هاي run أوكي. فالآن صار عندي first, second, final في البداية وصار النيم والإيدج في النهاية. فهيك أنا عملت rearrangement للكولومز. هيك أنا عملت rearrangement للكولوم. ممكن أغير على مواقع الكولومز بالطريقة اللي حكيت هلا. طيب شباب حد عنده أي سؤال؟ حد عنده أي سؤال؟